السلام عليكم المتتبعين الاعزاء والمتتبعات العزيزات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. السلام عليكم المازيغنين والمازيغين، ايريفيين تيريفيين، ماني مهتم. نتمنى ان شاء الله يا ربي اتيرين بخير وعلى خير والصحه اتيري مليح ان شاء الله يا رب العالمين. كنرحب بكم جميعا وكنشكركم جميعا لاول مره كيشوف القناه ديالي. كنقول له مرحبا بك. طبعا الى عجبك المحتوى ديالي مرحبا، اشترك في القناه، هذا الشيء كله فضلا منكم وليس امرا. وبارطاجيو لي معكم الفيديو مع الاحباب والاصدقاء والاقارب ان شاء الله يا رب العالمين. القناه ديالكم وان شاء الله بكم غادي تكبر وغادي نزيدوا القدام يا رب العالمين. هذا النهار جينا نهضروا على واحد الصوره، صورة قصيرة في القرآن الكريم، وهي آخر صورة نزلت من القرآن الكريم. هذه الصورة هي صورة النصر، صورة قصيرة يعني بزاف اللي حافظينها. وكيقولوا العلماء والفقهاء أنها كتعدل الربع ديال القرآن الكريم. هذه الصورة لما نزلت على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام عرف أنه وصل الأجل دياله. من اللي نزلت كان الرسول عليه الصلاة والسلام كيأدي المناسك ديال الحج، نزلت عليه في أيام التشريق يعني دوك 3 أيام من بعد عيد الأضحى. من بعد ما نزلت عليه الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام مشى دار لهم خطبة الوداع، لأنه عرف أنه صافي هاد الآية وهاد الصورة، ماشي آية، صورة الوداع. هاد الصورة كما كتعرفوا فيها النصر وفيها يعني بزاف ديال المعاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، يقول العلماء أنه المقصود بالنصر والفتح هو فتح مكة المكرمة. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني منين كانت فتح مكة كانوا الناس كيدخلوا في الإسلام، يعني ديك الساعة وصل الإسلام الحمد لله أفواجا، يعني جماعات، ماشي كيسلم واحد واحد هنا واحد لهين واحد، كانوا كيجيو جماعات كيدخلوا الإسلام. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سبحانه وتعالى أمر الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام بالتسبيح والذكر والاستغفار لله سبحانه وتعالى بهذا الفتح الحمد لله. قلنا الإسلام وصل في الأول، راه كتعرفوا الإسلام كي كان، راه كانوا كيحاربوه الكفار وكانوا ما باغيينش الإسلام ينتشر ويكبر، ولكن وصل واحد المرحلة الحمد لله بدأوا الناس جماعات كيدخلوا للإسلام، ماشي غير واحد. ولا راه قبل كان كيسلم واحد إلا سقولوا الخبار للمشركين كيمشيو كيعذبوه ويعني كينتقموا منه، ولكن في النهاية ملي كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام قرب للوداع كانوا أفواجا يعني جماعات كيدخلوا للإسلام، يعني الإسلام انتشر الحمد لله بين الناس، والناس دخلوا يعني الإيمان دخل القلوب ديالهم. وهذا الشيء يعني كيدل أي حاجة أنها فيها الفتح والنصر كيكون من عند الله سبحانه وتعالى. إحنا شنو علينا؟ أننا نحمدوه ونستغفروه ونشكروه يعني على أي حاجة الله سبحانه وتعالى، أي حاجة يعني كتكون مشدودة، كتكون يعني كتقول صافي الفرج ما كيكون ما يجيش، ولكن لا، راه في لحظة الله سبحانه وتعالى في الوقت المناسب كيصفت الفرج ديالو والفتح ديالو. احنا خاصنا نحمد الله سبحانه وتعالى. وكيقولوا الفقهاء في التفسير ديالهم أنه حتى الإنسان إذا كان مريض ولا كان كبير، يعني كبر يعني راه ما كبر غير الله سبحانه وتعالى، ولكن كيقول صافي راه في اي لحظه احنا كلنا
سواء الصغير ولا الكبير راه ما عارفينش فوقاش غادي يوصل الاجل ديالنا، ولكن اللي كيكون كبر صافي السن ديالو يعني وصل لواحد السن فات 60 عام خاصو الاستغفار الاكثر الاكثار من الاستغفار والتسبيح. يعني هاد الصوره راه كدل انه خاصنا نستغفروا الله سبحانه وتعالى ونحمدوه ونشكروه ونستعينوا به، لان هاد الصوره راه عندها بزاف ديال المعاني وبزاف ديال الدلالات. كتشوفوا بزاف ديال الناس الا ما عرفت اللي كتعرفوا منين كيكون عندهم مثلا جالسين في اجتماع ولا جالسين في شي مجمع ديال الذكر ولا ماشي ديال الذكر، المهم كيكون شي حد منين كيساليو داك المجمع ديالهم كيقراو هاد الصوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. علاش كيقراوها؟ لانها هي اخر صوره كامله، رمز له ايات من بعدها على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ايات تكمله لبعض الصور، ولكن صوره كامله هي هذه اللي نزلت. وكان عارف الرسول عليه افضل الصلاه والسلام انه صافي قرب الوداع ديالو عليه افضل الصلاه والسلام، اللهم شفعنا فيه يا رب العالمين. في مزيغنينو في مزيغنينو نهاره وسيادة السورة خرجت الصورة طامسيان، تتمنى ان شاء الله حتى كلشي حفظيت كلشي قاريت لانها مشقان فوق هاد العلماء. قد اخميت غريض ان ربعنا القران خميت غفغاض يعني ذي الاجر ذي الاجر النص اخميت غريض ان ربعنا القران. الصورايا هي صورة النصر، الصورة يا ما يمد تنزل خل الرسول عليه الصلاة والسلام تغدي رحيج تغدي ايام التشريق لترتية مني ثانكا توانير ذي ترتية مني اواني رعيض ام قرام. تنزل خل الرسول عليه افضل الصلاة والسلام السن الا صافية قيقار ربد اذي راح قصيد عبي العالمين يقار ربد الاجل النس يعني ذي النهاية. وشي يروح الرسول عليه افضل الصلاة والسلام إجا الخطبة النص الخطبة للوداع للمسلمين الخدمني ما يمي خاص تدي نسل سيد عبي العالمين، لأنه تغال الحمد لله الإسلام ينتشر ينتشر الطاس. قد ذي الصورة أنه إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح، يعني النصر ذي الفتح من يزدي تاس يتزدي سيد عبي العالمين. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني رميثها عزم مكة يفتح الله سبحانه وتعالى المسلمين بذان يبدا الإسلام ينتشر بذان يوذان واتجيبوا يتفدي الجني الجنغة الإسلام بذان تفند الجماعات الجروب تفند غا الإسلام، لأنه رخو الإسلام ذي الوقت منه تغى الحمد لله ينتشر يوض ينتصر ينصرف الله سبحانه وتعالى. والدقة يعني عاثن تنطبقوا راه جميع الامور النق خطف غنخشى نحش التعقد وافتح ان تصيد ربي العالمين وها اظن غادي يوضي النصر النص والفتح شي ما علينا الا التسبيح والحمد لله سبحانه وتعالى. بمش مني ثاني تا الصرايا اقتص من المسلم يعني وذان خمد تيرين ذي شان ربجمع مثلا يغذي شان الاجتماع نيغدي مقيم جماعة أبطس نشزري غني وذان خميت كمار من الاجتماع نسن نغتف مول النيغة تفذي شان المجمع سواء الذكر نيغ واجب الذكر. قان الصورة يا خميت الختام قان الصورة يا لأنها الصورة يا آخر شان حاجة نزلت خل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وخامز لنتيد الآيات مكملة للصور ولكن تلك صورة كاملة قد تنيتها بآخر صورة إذ نزل خل الرسول عليه الصلاة والسلام ويسن الزايس بأنه صافي قد قاضي قابر سيد ربي العالمين. إيوا تمني إن شاء الله أنكسي الصورة يا بالحياة النق كعبرة يعني بأنه الفتح والنصر وعثي ذي تويل لسيد ربي العالمين يعني نشين من ماني وض
ونزيد ما شاء نعوض من غير تيسير نسيد ربي العالمين. مروخا غي فتح الله سبحانه وتعالى قوخا غادي يفتح ولادي الجن. وعوف قال العلماء بانه الانسان خمي غيمغى خون الشين وار السين بول اجرنا سواء مزيان نظم قرانا شي تمتضى مزيان شي تمتضى مقرانشا، ولكن ذي نيجن الفئات اللي ثمغى تقض يعني 60 فما فوق يعني الناس نصيد ربي العالمين. يخص العلماء ما مشقان في السرن الصورية انه يخص يتنظك الطان زي التسبيح بالاستغفار ويخص نغمار ريثنا انكتا زي التسبيح بالاستغفار بحمد الله سبحانه وتعالى. نهار ذنيتا اكيوم كمرا فيديو ينو قاهم. شكرا وبارك الله فيكم. هنا المتتبعين ديالي الاعزاء غادي نكمل معكم الفيديو ديالي، كنقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، وشكرا لكم بزاف بزاف بزاف.